بسم الله الرحمن الرحيم. قال: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخشى وامضي وانفذا، وفي اسم الاستن ابن ابن من سمع، واثنين وامرئ وتان ذي انتبع، ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. وفي اسم الاستن ابن وفي اسم الاستن ابن ابن من سمع ابني من ابن ولا ابن لا لا وفي اسم وفي جر وفي اسم الاستن ابن ابن من سمع ابن ابن فيها ابن لأن أيوة لأن مرة قرأتموها قلتم ابن أم ابن أم وقلتم هو الصواب ولا صح ابن أم ابن أم إذا وقفت عليها هو مصروف إذا هي بالكسر الصواب بالكسر لا هي هي مجاربة هي مجاربة وفي اسم الاستن ابن ابن ومن ابن 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 ومن سمع وثاني صار همسة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن وتسمى سلم اللسان وتعرف بأنها تزول في التصغير وأما همسة القطع فهي ثابتة في التصغير والتكبير أب تقول أبي أخ تقول أخي اسم إذا صغرته تقول سمي ابن إذا صغرته ذهبت لأنها يتابعها لنطق بالساكن والاسم إذا صغر يضم أوله لم تعد لها حاجة قوله للوصل همز سابق لا يثبت يدل يؤخذ منه أن همزة الوصل وضعت أول همزة قطع لأنه قال للوصل همز لأن الأصل همزة قطع وقالوا في همزة الرجل الكتاب أصلها قطع تحولت إلى وصل وكذلك يؤخذ منه أنها لا تكون في أول الكلام لا تكون في أثناء الكلام بل في أوله يؤخذ منه أنها تدخل في أنواع الكلام تأتي في الفعل وهو أكثرها وهو أصلها وتأتي في أسماء قليلة مرحبا الله. أما الحروف فكل همزتها همزة قطع إلا أن كذلك يؤخذ منها أنها قلنا ساقطة في الدرج لأن الكلام لا تظهر قال الوصل همز سابق يكون في أول كلام لا يثبت إلا إذا ابتدي به تقول أشرت إليه أنا أخرج أنا أخرج وصل المسافر لا وجود للهمزة لأن ساقطة في الدرج إذا بدأت تقول اضرب أخرج أسكت الحق كذا الحق قال أين موضعه ابن مالك قال وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة هذا خماسي وسداسي فهي همزته همزة وصل تقول في انطلق همزة وصل وكذلك أمره انطلق وكذلك مصدره انطلاق السداسي استخرج سداسي يستخرج أمره استخراج مصدره أنا أقول وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحن جاء والأمر مصدره وكذا أمر الثلاثي إذا كان مضارعه ساكن الثاني وهو مفهم مثاله كخشى رأي بن مالك أخشى عينه مفتوحة امضي عينه مكسورة انفذ عينه مضمومة إذا كان ثاني مضارع ساكن تأتي همزة الوصل لأنك سوف تحذف حرف المضارعة ويقابلك الساكن لا بد من همزة الوصل يضرب يضرب يكتب أكتب يخرج أخرج يذهب اذهب إن كان ثاني مضارع متحركة لا حاجة لهمزة الوصل لأن الأمر هو مضارع مجزوم محذوف من حرف المضارعة فتقول في يبيع بع وفي يخاف خف وفي يهب هب هذا وكذا أمر الثالث.